بسم الله الرحمن الرحيم. شباب سنة تانية صيانة، أهلا بيكم مرة تانية في مادة الورش والتقارير الفنية. تعالوا نكمل اللي بدأناه قبل كده في عمليات التشغيل اليدوي. احنا قبل كده اتكلمنا وقلنا ان عمليات التشغيل اليدوي ممكن تقسمها لتلات عمليات رئيسية: عمليات قطع، وعمليات تشطيب، وعمليات ثقب. تمام، وقلنا في عدد يدوية مخصصة للعمليات دي والعمليات دي والعمليات دي. قلنا في عندنا أجنة، في عندنا منشار ده للقطع، في مبرد أو مقشطة للتشطيب، في عندنا المثقاب أو الشنيول للثقب. تمام، واتفقنا امتى هتحتاج تشتغل بالعدد اليدوية بتاعتك وما تروحش ان انت تشتغل على مكان. واتفقنا اللي هندرسه مع بعض عبارة عن 7 عدد. بدينا اتكلمنا قبل كده على الفايلز، واتكلمنا على الهاند هاكسو اللي هو المنشار، واتكلمنا على الشيس اللي هو الاجنة. تعال النهاردة بقى نكمل ال4 حاجات الباقيين، هما الحاجات هيبقوا بساط ان شاء الله. السكرابر ونقصد بيها المقشطة، التايتنينج تولز اللي هي عدد الربط، وهتشوف اللي هي زي المفتاح مثلا والحاجات اللي بتربط بيها صامولة مثلا، او بتربط بيها مفتاح، او بتربط بيها مسمار. عدد التثبيت لو انت عايز تثبت الشغلة بتاعتك عشان تعمل عليها شغلانة معينة. والدريل لو انت عايز تفتح فتحة نافدة في الشغلة بتاعتك. تعال نشوف كل واحدة منهم بنتكلم عليها ازاي، وايه البيانات اللي موجودة عندنا في الكتابة. طيب لو هتكلم على المقشطة السكرابر، اوكي، عشان بس يبقى الدنيا بالنسبة لك واضحة وقرب لك المفهوم اكتر، انا هتخيل معاك دلوقتي السكرابر دي عاملة زي البراية بتاعت القلم الرصاص. انت دي عدة ليها في الاخر فيها سلاح، السلاح ده بيشيل بيشيل جزء من الشغلة بتاعتك. في الاول في الاخر انت بتعمل القصة دي مش عشان تقطع القلم مثلا، انت بتهذب القلم، او انت بتظبط السطح بتاع القلم، فدي البراية. او ممكن بشكل تاني او اقرب حتى للعدة بتاعتنا الكتر، هي بنفس الفكرة. انت ممكن بالكتر بتهذب القلم بتاعك لو لقيت ان السن بتاعك مثلا السن يعني اتمسح او اتكسر وكده، فانت عايز ترفع السن بتاعك مثلا. تمام، فده الفكرة بتاعت السكرابر. وعشان اقرب لك برضو الفكرة بتاعت المبرد زي الصنفرة. تمام، عندك سطح انت بتديله بتديله سطح صنفرة، زي ما يكون مثلا عندك العامل اللي عندك بتاع مثلا بتاع البياض، بتلاقيه بعد ما بيخلص البياض بتاعه او عشان يشتغل البياض بتاعه بيدي بيبقى فيه ورقة صنفرة معاه، بيخشن بيها السطح، بينعم بيها السطح. تمام، يا اما بيخشن يا اما بينعم، حسب زي ما اتفقنا، حسب الدرجة بتاعت الخشانة اللي هو ماسك بيها صنفرة، او بالنسبة لنا بقى حسب درجة الخشانة بتاعت بتاعت المبرد. تمام، لكن الاداة التالتة اللي هي الاجنة دي بقى اداة قطع. لا، انا هقطع هقطع على حاجة دي خالص، عايزة حاجة سليمة، عايزة حتتين مثلا. تمام، او عايزة اقطع منها حتة صغيرة. لكن البراية او السكرابر او المقشطة، تمام، والمبرد او الصنفرة، ده بالنسبة لنا ده انت بتهذب او بتجمل بيها بتعمل فينش للشكل بتاعك، بتعمل الشكل النهائي بتاعك. تمام، فهو مش مطلوب منك اللي هما الاتنين يشيلوا جزء كبير من المادة، بيشيلوا جزء صغير جدا من المادة. طيب لو انت خليت الفكرة دي في دماغك، هيبقى الفكرة يعني او الموضوع هيبقى بالنسبة لك سهل. لو قلت لك النهاردة ان السكرابر دي هستخدمها عشان ازيل او اقطع النتوءات او الزوائد من من السطح. طيب، وفي نفس الوقت لو قلت لك بقى السكرابر دي هتبقى برضو هاند كاتنج تول يوز فور ريموفينج ميتال، يعني هتشيل الميتال من سيرفز من على الاسطح، ان فورم اوف ثين سلايسز اللي هي الشرايح. فهي انت حتى لما تيجي تفتكر النهارده برضو القلم لما تيجي بتشيل، فاللي بيطلع البري بتاع القلم بتاعك بيطلع كشريحه صغيره. تو بروديوس سموث اند فاين سيرفيسز، عشان تحصل على سطح املس وفاين يعني ناعم. طيب، وهنا بس بيديك معلومه، ماشين سيرفيس ار نوت اولويز بيرفكتلي كلو، يعني النهارده وانت بتشتغل والسطح بتاعك اللي خلص ده مش هتلاقيه سليم 100% زي ما انت عايز. اف ا فيري ترو سيرفيس از نيد، لو انت بقى على سطح ناعم جدا او سطح فينش بتاعه عالي جدا اللي هي الكواليتي او الجوده بتاعه الموضوع، ذا هاي سبوتس ماست بي لوكيتد، يعني انت لازم بقى تدور على الحتت الصغيره قوي اللي فيها اللي فيها المشاكل، اند ريموفد، وتشيلها، يعني بحيث ان انت تمشي ايدك على السطح تلاقيه سطح ناعم خالص، ما تلاقيش فيه بروزات او حاجه ممكن ممكن تعور ايدك لو انت مشيت بيه على السطح. يعني اتس نورمالي دان وذ ذا هيلب اوف اي سكرابر، يبقى السكرابر مستخدم عشان يعمل الكلام ده.
طيب احنا زي ما اتعودنا انا مقسم لك الكلام كده بنفس الالفاظ بتاعت الكتاب وبنفس الترتيب، بس بايه؟ بشكل اللي انت تقدر تستوعب وتقدر تمشي المعلومة بتاعتك. طيب من هنا بقول والله انا عن السكرابر بتاعتي دي ليها كذا شكل، ممكن تبقى الشكل بتاع المقشطة دي هيعتمد على الايه، على التايب اوف وورك تو بي دون، على شكل السطح اللي انا ايه اللي انا هشتغل عليه وهعمل الشغلانه بتاعتي في ايه بالظبط. فانا عندي حاجه اسمها فلات اللي هو المستوي اللي هو الشكل ده، وفي عندي الهوك اللي هو المقوس في الاخر في حته ايه زي قوس كده، وتريانجل ثلاثي الاركان اللي هو ده اللي هو تعتبر زي ايه زي مثلث، تمام؟ يعني وضع قول عليه لو انت خدت قطاع كده عامل زي الهرمي، اوكي. وهاف راوند اللي هو المدور. ببساطة برضو تخيل معايا انا النهاردة مديك سطح عبارة عن نص كورة، يعني لو انت عندك مثلا ثمرة جوز هند كده ومقسومة نصين وليها سماكة معينة، وانت عايز بقى تشيل منها ايه سلايد رفيعة جدا من السطح الداخلي، فمش هتعرف تستخدم الفلات سكرابر، لان لو استخدمته هتبقى ايه عمال بتقطع، هتلاقي السطح في الاخر بتاعك مش ايه مش سليم، او السطح بتاعك اسف مش ناعم، لان انت ماشي ايه بتقطع حته كده حته كده حته كده حته كده، فعمرها ما هتيجي بشكل دائري. يبقى لو انا لقيت السطح اللي هو المدور ده يبقى افضل لي ان استخدم الهاف راوند ايه سكرابر، لان ده عامل زي ايه عامل زي المغرفه، كانك انت بتغرف بس المغرفه دي في نهايتها في سلاح، فبيشيل لك الايه بيشيل لك السطح اللي انت عايز، او بيهذب السطح اللي انت عايزه بايه بشكل سموث. دي الفكره في ان انت عندك كذا ايه كذا نوع من الموضوع، تمام؟ طيب بعد كده عدد الربط او التايتنينج تولز، ودي هتبقى بالنسبه لك سهله اللي انت تتخيلها. عندنا كذا نوع منها، اولها البلايرز اللي هي الكماشه او الزراديه، تمام؟ ودي بتستخدم طبعا ناس كتيره بس الالكتريسيانز اللي هم الكهربائيه بيستخدموها اكتر، تمام؟ ادي عندنا اشكال كتيره، في عندنا اشهر نوعين، في ده الاوردينري اللي هو كلنا عارفينها اللي هي الزراديه عشان بيبقى ليها كذا استخدام، انت ممكن تستخدمها في كذا ايه في كذا حاجه، فبنسميها كومباينيشن بلاير. وفي عندنا اللونج نوز بلاير عشان بتلاقي الدراعين دول ايه طوال شويه عامله كده زي ايه حاجه انفها طويل شويه، تمام؟ طيب الحاجة التانية في التايتنينج تولز عندنا سكرو درايفر. يعني ايه سكرو درايفر؟ سكرو اللي هو المسمار، تمام؟ ودرايفر اللي هو ايه اللي بيحرك المسمار، ومن الاخر اللي هو المفك، تمام؟ فالمفك بتاعك اوكي يوز باي هاند، بتستخدمه بايدك بطبيعة الحال فور تايتنينج ذا سكرو، عشان ايه؟ عشان تربط الايه المسامير. It's also of various type depending upon the kind of work. يعني دي انت هتبقى عارفها ببساطه، لان احنا بنقول دايما المفتاح بتاعك مثلا في عندك مفتاح بنقول عليه مفك، في مفك صليبه وفي مفك بنقول عليه مفك عاده، فشكل المفك او نهايه الحته بتاعت السلاح اللي هو البليد بقى بالنسبه لنا اهو، حته السلاح دي هتختلف ايه هتختلف حسب المسمار اللي انت رايح ايه اللي انت رايح تتعامل معاه، الراس بتاعته شكلها ايه، تمام كده؟ لكن المفكين في الاخر هيبقوا نفس الشكل، عندي حته عباره عن الهند اللي انا همسك منها، وده الشانك اللي هو هيبقى الجزء المعدني اللي بيدي قوه للمفك بتاعك، وفي الاخر لازم هيبقى عندي البليد ده اللي احنا ايه يهمنا اللي انت هتشتغل على اساسه، تمام؟ والفريو اللي اتفقنا عليها قبل كده، والجزء اللي يبقى داخل من جوه وبنيت عليه بعد كده الايه الهندل بتاعتي. طيب في عندنا حاجه ثالثه اللي هي الرنشز، المفاتيح بقى. لما تقول لي والله انا هجيب عندي مفتاح انجليزي، عندي مفتاح الانكي، في عندي مفتاح مدور، مفتاحات المفاتيح اللي انت حتى بتستخدمها ببساطه في الموضوع بتاع العربيه، تمام؟ تعال نشوف بقى الرنشز قصدنا بيها ايه. رنشز ار كومنلي نون از سبانرز، ذيس جنرالي كوم ان سيتس، دايما بتبقى جايه في مجموعات، سيتس يعني مجموعه، فهي جايه عاده في مجموعات، اند ار كومنلي identified by numbers، ودايما المفاتيح بتاعتنا دي عادة بتايه بتسميها برقم، انا عايز مفتاح 9، عايز مفتاح 12، عايز مفتاح كذا، فايه identified يعني تعرف ب numbers. These are of various types and few general types involved. هو مديك هنا انواع بقى من الايه من المفاتيح دي، بدل ما اعرضهم معاك بالشكل ده هعرضهم معاك بشكل ايه بشكل صور افضل. تعال نشوف، بيقولك في عندنا حاجة اسمها single ended، يعني المفتاح ليه ناحية واحدة بس، وهتلاقي الناحية التانية حتى ما فيهاش دي، هتبقى ناحية ايه سليمة خالص. وفي عندك open double ended، open double ended يعني مفتاح هيبقى مفتوح من ناحيتين اهو، شغال من هنا ومن هنا. closed ended adjustable،
ده closed ended adjustable بقى ده اللي هو مفتاح زي ما تقول الايه المفتاح الانجليزي بتاعنا. تمام، عندك ناحية واحدة مفتوحة ناحية واحدة وممكن تقفلها وتفتحها لغاية لما تتقفل خالص، يعني انت لو عملت ده ممكن تجيب لغاية حد الايه قفل، عشان كده closed ended. والرينج سبانر اللي هو الجزء ده اللي هو المدور، تمام، تي سوكت اللي هو حرف تي، بوكس رينج ده اللي هو بيبقى بقى الموجود في ايه في الصندوق عموما، بايب رينج اللي هو بتاع المواسير، والالن اللي هو المفتاح بنقول عليه مفتاح الان كي. في عندي ده وفي عندي ده وفي عندي ده، في عندك مفاتيح ايه كتيره للايه او القصه بتاعت الالن. فدي الانواع الرئيسيه اللي هو هعرضها لك او مسميها لك في الكتاب. طيب لو هنتكلم بعد كده على الهولدنج، الهولدنج عندنا او الهولدنج او بنقول عليها الحاجات بتاعت التثبيت عندنا ليها نوعين، عندنا حاجة اسمها voices، تمام، وفي حاجة تانية اللي هي الكلامبات. هنبدأ بالvoices الأول. فالvoices دي ممكن يبقى في عندنا حاجة اسمها hand voice، في عندي bench voice، في machine voice وcarbonator voice وchopper voice leg voice pipe voice and beam voice. كل الحاجات دي أنا يعني بحاول احط لك صور عشان توضح لك الفكره، بس خلينا الاسماء اللي معروضه في الكتاب او النماذج المعروضه في الكتاب خليها برضو في دماغك عشان ممكن يبقى مثلا في سؤال اكمل او كذا. بس احنا يهمنا نشوف الفروقات للانواع اللي بيتعرض ليها او بيتكلم بيها بيدي عليها تفاصيل. اول نوع اسمه البنش فويس، ده شكل الفويس الاول اللي هي بنقول عليها ممكن احيانا بنقول عليها ايه بنقول عليها بسم الله الرحمن الرحيم طيب بنقول عليها ممكن زرجينة مثلا في وقت من الاوقات. تمام، النهارده دي عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه اهي ليها مفتاح، هنا المفتاح ده هيحرك الجنب ده يحركه يمين او شمال بحيث ان هو يحط الشغلانه بتاعته ما بين الفكين دول ويربط عليها من هنا تبقى ايه تبقى ثبت. فابدر من فوق بقى اشتغل عليها بالمبرد، اشتغل عليها بالاجنه، اشتغل زي ما انا عايز بايه من غير ما تتحرك يمين او شمال. فالنوع الاولاني اللي هو البنش فايس ده اللي هو حاجه بتثبت على الايه بتثبت على البنش، يبقى في عندي هنا جبتها وثبتها على البنش خلاص مش هتحرك ايه يمين او شمال، هي متوافقه ان هي تثبت على البنش بالايه بالشكل ده. هتلاقيها فين؟ في الفيتنج شوبس. تمام، دي عشان يقدر يشتغل عليها الشغلات بتاعته الشغلات البسيطه. طيب واتفقنا اللي هندرسه مع بعض عبارة عن 7 عدد. بدينا اتكلمنا قبل كده على الفايلز، واتكلمنا على الهاند هاكسو اللي هو المنشار، واتكلمنا على الشيس اللي هو الأجنة. تعالى النهاردة بقى نكمل الأربع حاجات الباقيين، هما الحاجات هيبقوا بساط إن شاء الله. السكرابر ونقصد بيها المقشطة، التايتنينج تولز اللي هي عدد الربط، وهتشوف اللي هي زي المفتاح مثلا وال الحاجات اللي بتربط بيها صامولة مثلا او بتربط بيها مفتاح او بتربط بيها مسمار، اعاده التثبيت لو انت عايز تثبت الشغله بتاعتك عشان تعمل عليها شغلانه معينه، والدريل لو انت عايز تفتح فتحه نافذه في ايه في واحد في الشغله بتاعتك. تعال نشوف كل واحده منهم بنتكلم عليها ازاي وايه البيانات اللي موجوده عندنا في الايه في الكتاب. هتلاقي ان انت عندك النوع ده بقى ايه ثابت اللي هو البارل جو،
ده ايه؟ ثابت ما بيتحركش، انت مجرد بس ده بتحركه يمين او شمال اللي هو العادي بتاعنا، وبتثبت الحاجه هنا بتاعتك وخلاص. يبقى هما دول النوعين الاصليين اللي عندك في الايه، في الماشين فويس، اللي هو البارل جو، اللي هو الجو اللي هو بنقول عليه الدراع او الجنبين يعني. فدي في واحد الفيكسد اللي هو خالص مش ثابت مش هيتحرك، والموفابل اللي انت بتحركه من خلال الايه، من خلال الدراع اللي عندك، تمام. فانا عندي هنا ده البارل جو، وفي عندي هناك كان السويفل ايه، سويفل بيس. يبقى انت هتحط الشغلانه بتاعتك كده، ما ينفعش ان انت الفايس نفسها مش هينفع ان انت تغير وضعها عن كده. كل اللي تقدر تعمله تفتح او تصغر عشان الحجم الشغلانه بتاعتك كبر او ايه او صغر. طيب ده النوع التاني. السكرابر بتاعتي دي ليها كذا شكل، ممكن تبقى الشكل بتاع المقشطه دي هيعتمد على الايه، على التايب اوف ورك تو بي دون، على شكل السطح اللي انا ايه، اللي انا هشتغل عليه وهعمل الشغلانه بتاعتي في ايه بالظبط. فانا عندي حاجه اسمها فلات اللي هو المستوي اللي هو الشكل ده، وفي عندي الهوك اللي هو المقوس في الاخر في حته ايه زي قوس كده، وتريانجل ثلاثي الاركان اللي هو ده اللي هو تعتبر زي ايه، زي مثلث، تمام. يعني وضع قول عليه لو انت خدت قطاع كده عامل زي الهرمي، اوكي. وهاف راوند اللي هو المدور. ببساطه برضو تخيل معايا انا النهارده مديك سطح عباره عن نص كوره، يعني لو انت عندك مثلا ثمرة جوز هند كده ومقسومه نصين وليها سماكه معينه، وانت عايز بقى تشيل منها ايه، سلايد رفيعه جدا من السطح الداخلي، فمش هتعرف تستخدم الفلات سكرابر، لان لو استخدمته هتبقى ايه، عمال بتقطع، هتلاقي السطح في الاخر بتاعك مش ايه، مش سليم، او السطح بتاعك اسف مش ناعم، لان انت ماشي إيه. طيب النوع اللي بعد كده التول ميكر، ودي ببساطه اللي هي بقول عليها انا اليدويه المحموله، اللي هي حاجه صغيره ممكن بتشيلها في ايدك ورايح جاي بيها، مفيش مشكله، هي حاجه صغيره كحجم عن الايه، عن التانيه، ملهاش حاجات تثبيت ولا حاجه، لان هي ايه، حاجه انت بتثبت بيها شغلانه صغيره، شغلانتك فيها اصلا يعني ما بتاخدش وقت، اوكي. والحجم وحجم الشغله نفسها بيبقى ايه، بيبقى صغير. فدي holding a variety of small parts for carrying some ايه، some operation. بستخدمها عادة، ممكن تلاقيها مثلا عند الراجل الساعاتي، ممكن تلاقيها عند الراجل اللي بيعمل العدة نفسها، عدة صغيرة مسمار او كذا، سوري مفتاح او مفك او كذا حاجة، عدة صغيرة يعني ما بيحتاجش شغل فيها كتير، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، حجم الشغلة نفسها او الحاجة اللي هيشتغل عليها حجمها مش كبير، اوكي، فبيثبت بيها الايه، بالكلام ده. كل المطلوب منه بس ان هو يثبت الحاجه دي لغايه لما يعمل الشغلانه اللي مش بتاخد منه دقيقه او ايه او دقيقتين. النوع اللي بعد كده هاند فايس، وده الشكل اللي عبر عنها، هي حاجه ايه، حاجه بقى انت بتمسكها بايدك، بس بدل ما بتمسكها بايدك مباشره بتمسكها بايه، بزي ايه، بزي يعني سميه ايه، زي مقص او مفك، زي ما انت عايز تسميه يعني، هو ده ايه، ده المقصود بالايه، بالهاند فايس، تمام. وهيبقى في عندك هنا الجزء ده، بيبقى في عندك سبرينج، السبرينج ممكن تبقى على الاكس ده او على المسمار ده، وممكن تبقى هنا، يعني عارف انت لما بتيجي النهارده مثلا البرجل بتاعك، احيانا البرجل احيانا بيبقى في عندك مسمار بالشكل ده للبرجل، واحيانا يبقى البرجل نفسه من جوه في ايه، في سوسته هنا بتنزل انت وتربط ايه، وتربط المسار بتاعتك، والسوس دي هي اللي بتشتغل، مش الايه، مش حاجه بالشكل ده يعني، تمام. طيب الهاند فايس بالنسبه لي هي هتستخدم بقى الحاجات اصغر واصغر، وهولدنج كيز، يعني مثلا الراجل اللي بيشتغل على المفتاح ممكن يمسكها، لان هو كل الشغلانه بتاعته مش محتاج ان هو يثبت حتى على الايه، على مكان او على ترابيزه، هو ممكن يعملها على ايده وفي الهواء، تمام. فدي بتدي له امكانيه لحاجه زي كده. هولدنج كيز، سمول دريلز اللي هو السمول دريلز اللي هو البنط، تمام، السكروز، المفاتيح، المسامير، الريفيتس، وهكذا، يعني الحاجات اللي هي بتبقى فيري سمول ممكن تشيلها من على الايه، من على البنش اصلا يعني. كونسيست اوف تو ليجز، يعني ليها ايه، ليها رجلين اتنين اهم، ميد اوف مايلد ستيل، تمام، ويتش هولد ذا جوز at the top and are hinged together at the bottom. يعني هي وسط او حتى السطح ده والسطح ده اللي هم من التو جوز اللي احنا قلنا عليهم، سطحين اللي هنمسك من اللي هيتثبت عليهم او هيبقوا ملامسين للشغله بتاعتك، وعاده بيبقوا سطحين خشنين، لان لو حاجه السطح بتاعك املس يبقى الحاجه ايه، هتجري منه، لكن هو سطح خشن عشان ايه، يمسك فيها.
وبيقول لك ان في ناحية البوتوم هتلاقي في عندك ايه هنجد، في مربوطين الاثنين ايه مربوطين هنا الاثنين مع بعض. A flat spring held between the legs which tend to keep the jaws open. Flat spring قصده هنا السوستة دي، تمام، بتبقى موجودة ما بين التو ليجز عشان تخلي الايه الجوز يبقى ايه يبقى open، يبقى عنده استعداد ان هو لو انت حبيت تفتحه اكتر واكتر. طيب الجوز كان بي اوبن اند كلوز باي وينج نت نوت، اللي هو الايه الورده اللي عندي هنا اللي انت ممكن تفتحها، تفتح بيها الايه تفتح بيها اكتر او تقلل الفتحه بتاعتك حسب حجم الايه حسب حجم الشغلانه بتاعتك. طيب البوينت فايس اخر حاجه، او بوينت فايس اخر حاجه دي انت بتتكلم بقى هنا بتمسك حاجه دقيقه جدا، فهي عامله زي ايه عامله زي القلم، بيبقى عندك هنا في الحته دي بيبقى عندك فتحه صغيره جدا، تمام، بتلقط بيها الايه بتلقط بيها الشغلانه بتاعتك وتفضل ماسكها عشان ايه عشان تشتغل عليها. ممكن استخدمها لبونه صغيره جدا او رفيعه جدا جدا لما اكون بعمل عليها فينش صغير، او لو الراجل بتاع الساعات بيتكلم بقى على الحاجات الدقيقه جدا مش هيعرف حتى الفويسز اللي فاتت دي مش هيعرف يستخدمها، فبيستخدم عاده الحاجات دي للاجزاء الاجزاء الدقيقه عندي، لو سوسه بتاعه ساعه مثلا او مسمار صغير بتاع ساعه، فده هيبقى بالنسبه لي ايه بالنسبه لي افضل. طيب النوع التاني بقى من انواع الحاجات اللي احنا بنعمل بيها تثبيت اللي بنسميها كلامبات. الكلامب عندي نوعين منه او شكلين، عندي حاجه من نوع سي كلامب او شكل سي اهو، هحط الشغلانه بتاعتي هنا وبعدين هربط بحيث اربطها ما بين الاثنين دول، او تول ميكر كلامب اللي هو بالايه بالشكل ده، برده هحط الشغلانه بتاعتي في النص هنا واربط عليها. انا هنا بقى حاولت احط لك الكلام ده بايه برسومات او بصور، اسف، فادي عندي الشغلانه اهي بتاعتي وحطيت ادي الكلامب بتاعي طرف الطرف ده من تحت والطرف اللي فيه المسمار اهو من فوق، وقعدت اربط بربط ايه بربط بالمفتاح بتاعي ده، بقعد اربط 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 لغايه لما ثبت الايه ثبت الحاجه بتاعتي في المكان ده وخلاص، هيبدا بقى ايه تنزل المكنه تشتغل عليها زي ما انا عايز. او هنا دي اقرب كمان بالنسبه لك اهو، ده عندي الكلامب اهو ده ثبت بيه الشغلانه بتاعتي، ادي الشغلانه مش الخشب الشغلانه حته الحديده اللي فوقها اهي، ونازل هو بالايه نازل بالشنيور عشان ايه او المثقاب بتاعي عشان ايه يفتح الدريننج ماشين اللي احنا هنتكلم عليها كمان ايه كمان شويه، نازل عشان ايه يفتح فيها ايه يفتح فيها فتحه. طبعا انا كنت ممكن اشيل دي ويبقى في عندي هنا مثلا زرجينه، بس الزرجينه لو اتحطت في المكان ده هتضايقك اكتر ان انت تستخدم او تحط شغلانات باحجام معينه، لان الزرجينه هتبقى ثابته، تمام، فانت عايز حاجه برضو تبقى معاك رايحه جايه، فبتستخدم مثلا الايه السي او التول ميكر كلام في الحاله دي، تمام. طيب انت بطبيعه الحال بيبقى عندك ادوات كتيره، انت اللي بتشوف ايه الاداه اللي انت محتاجها افضل في ايه في كل استخدام. اخر حاجه عندي الدريننج او اللي هي بنقول عليها اللي ايه النقط بتاعتنا، ادي الماده ادي هنا المكنه بتاعه الدريننج اهي، هيبقى عندك الشغلانه بتاعتك تتحط هنا وهتنزل ايه تفتح لك الفتحه اللي انت عايزها بالشكل اللي انت عايزه، وبالتالي احنا كل كلامنا هنا على الايه على البنطه نفسها دي. المكنه المكنه بتبقى متكونه من ايه، ادي البنش دريل ده الايه دي القاعده بتاعه التثبيت بتاعها، وادي البيز اللي هي ثبتت فيه، عشان المكنه دي مش هتبقى مش مكنه بتبقى متحركه، دي عاده بتبقى مكنه ثابته في الورشه. وبعد كده عندك دي ده التيبل، دي الحته اللي انت هتحط عليها ده اعتبرها دي الترابيزه اللي انت هتحط عليها الشغله بتاعتك، والدريل شانك ده المكان بتاع اللي اسمه ده المكان البنطة بتاعتك، تمام. وبعد كده البيلت هاوسنج، وعندي الكنترولز والموتور هاوسنج، كل الكلام ده اللي هو ازاي انت في الاخر هتظبط البنطة بتاعتك في مكانها، يعني هنا هنا عشان ايه افتح الايه افتح المكان بتاع البنطة اوسعه شويه عشان ادخل البنطة بتاعتي وبعدين اربطها، ده عشان اربطها كويس. وبعد كده ده الحته بتاعت الموتور اللي انا عايز بالموتور بقى اخليها ايه، ادي الموتور مثلا عشان اشغله عشان يبقى في عندك زرار، الزرار لما تدوس عليه تروح الحاجه دي كلها تنزل ايه تنزل لتحت وتشغلها او دي تدور وهكذا، تمام. طيب يبقى استخدامنا للدريل اللي انت هتفتح بيه فتحات making holes in a metal piece in fitting shop it's generally held in chuck of bench draining machine it's usually consists of two cutting edges set at an angle with the axis. لا دي مش فاهمينها بقى، طب تعالى نشوف
قصدنا بيها هنا. ادي يا عم البونت. البونت احنا بنقول اللي انت عادة بيبقى الشانك دي او الجزء ده بيبقى عليها ايه، بيبقى ليها حرفين حد. فانت لو بصيت هنا هتلاقي ليها ايه، ليها طرفين للحد، تمام، فيها طرف كده وطرف كده او زاوية كده وزاوية كده، تمام. طيب ودي نفس الكلام فيها ايه، فيها طرفين، يعني انت عندك سنين، السنين هما اللي خلوا فيه ايه، خلوا فيه مشوار تقدر تمشي العدة دي او البنطة دي عشان تخرم لك او تفتح لك الفتحة اللي انت عايزها. فاحنا عندنا ثلاث انواع من الدريل دي او من البنط دي. في عندنا الفلات دريل اهي، في عندنا الستريت فلوت دريل، وفي عندنا التويست دريل اللي هو ايه، اللي هي المتعارف عليها اللي احنا بنشتغل. عشان كده هتلاقي هو بدأ بيكلمك في الاخر بقى على التويست دريل اللي هو البنطة اللي انت عارفها بتتعامل معاها على طول. فور فاست ان اكوريت دريلينج ورك تويست دريلز ار كومنلي يوز. دي اكتر واحدة بتستخدم لان هي بتغوص بسرعة اكتر، او يعني بتفتح الفتحة اسرع من دي واسرع من دي، تمام. لان انت كأنك عندك سلاحين في ايه، في سلاح واحد، او سلاحين في بنطة واحدة، هنا كان سلاح واحد وهنا كان سلاح واحد، تمام. A general twist drill comprises a cutting angle of 118 درجة، الانجل اللي بيقطع بيها 118 درجة، and to obtain the correct diameter of the hole. دي بتخليك تقدر تفتح الايه، تفتح الفتحة بالقطر المناسب اللي انت عايزه، تمام. It should be ground with both lips at 59 درجة. ده هو بيقولك بقى انت انت وبتشتغل بتعملها ازاي، to the axis of the drill with equal length of cutting A cutting edge. دي تعليمات تشغيل انت وانت بتشغل اللبس بتاعتك بتبقى، او التصنيع اللبس بتاعتك بتبقى عاملة 59 ايه درجة اللبس اللي هي الحروف اللي احنا ايه اللي احنا بنتكلم عليها. النوع اللي بعد كده هاند فايس، وده الشكل اللي عبر عنها، هي حاجة ايه، حاجة بقى انت بتمسكها بايدك، بس بدل ما بتمسكها بايدك مباشرة بتمسكها بايه، بزي ايه، بزي يعني سميه ايه، زي مقص او مفك زي ما انت عايز تسميه، يعني هو ده ايه، ده المقصود بالايه، بالهاند فايس، تمام. وهيبقى في عندك هنا الجزء ده بيبقى في عندك سبرينج، السبرينج ممكن تبقى على الاكس ده او على المسمار ده، وممكن تبقى هنا. يعني عارف انت لما بتيجي النهارده مثلا البرجل بتاعك، احيانا البرجل احيانا بيبقى في عندك مسمار بالشكل ده للبرجل، واحيانا يبقى البرجل نفسه من جوه في ايه، في سوستة هنا بتنزل انت وتربط ايه، وتربط المسار بتاعتك، والسوستة دي هي اللي بتشتغل، مش ايه، مش حاجة بالشكل ده يعني، تمام. طيب الهاند فايز بالنسبة لي هي هتستخدم بقى الحاجات اصغر واصغر، وهولدنج كيز، يعني مثلا الراجل اللي بيشتغل على المفتاح ممكن يمسكها، لان هو كل الشغلانة بتاعته مش محتاج ان هو يثبت حتى على الايه، على مكان او على ترابيزة، هو ممكن يعملها على ايد. احنا كده خلصنا الجزء بتاع العدد الدلوية. اتمنى الامور تبقى بالنسبه للناس مفهومه، ونشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضره الجايه باذن الله.